منيح اللي لقيتك هون لأنه في موضوع كتير ضروري بدي أحكي معك. بنصحك تفكر منيح لأنك إذا ما وافقت رح خلي كل العالم تعرفك على حقيقتك ورح قلن إنك واحد محتال. أنت يا بنت كيف تحكي مع الحكيم بهالطريقة؟ أنتوا كلياتكم مفهمانين القصة صح، لهيك أنا مضطرة أحكي بهي الطريقة. شوف أنا ما رح أحكي للعالم أي شي عنك، بس بالمقابل أنت لازم تساوي لي شي واحد بس. أنت لازم تروح على بيت ستي وتشارك بذكرى وفاة أبولي عم منيرجا، وإذا ما وافقت رح خبر الكل إنه حكيم معروف ومتعلم مثلك ما عرف يجاوب على سؤال بسيط. ولسه في كتير شغلات رح قلن ياها. روحي خبريون. شو مجنونة؟ يعني مين هذا اللي بده يصدق كلامك؟ العالم ما بتصدق إلا الشي اللي بقوله أنا. أنا هو الحكيم. كل الكلام اللي قالك يا الحكيم صح، ما في حدا رح يصدق الحكي اللي رح تحكيه. تعرفي ليش؟ لأنه حكيم وشخص متعلم. أنت مفكرة أنه عندك معرفة أكتر من الحكيم المتعلم؟ لحتى نعرف مين المتعلم أكتر رح نعمل منافسة بينك وبينه، ولحتى تثبتي أنك متعلمة أكتر أنت لازم تفوزي عليه. موافق يا حكيم؟ طيب ماشي، انت حضر للتحدي، انا جاهزة. اسمعي يا بنت، الحكيم ساكت وما عم يحكي مو لأنه خايف منك، بس الحكيم ما بيحكي غير وقت يكون في شيء ضروري. مو مثلك بتحكي على الطالعة والنازلة، وأبداً معه ما بتتقارني. لهيك نصيحة مني، روحي انسحبي لأن ما عندك أي فرصة لتربحي. شي أكيد أنت لسه في عندك فرصة لتنسحبي، لأنك إذا خسرتي لازم تنفذي كل شي بقلك عليه بالحرف، مفهوم؟ وكمان لازم تعرفي أنه أنا أذكى وأفهم منك وعندي معرفة كتير كبيرة، وفي حال أنا خسرت وقتها بنفذ أي شي بتطلبيه. طيب ماشي، بس بدي توعدني إذا خسرت ترضى تروح معي على بيت ستي مشان نشارك بذكرى وفاته لأبوه لعمه نيرجا؟